فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحباب أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة ولقاء جديد من حلقات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نسعد فيه بتلقي اتصالات حضراتكم ونحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله عز وجل. في البداية أيها الأحبة الأكارم أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته سائلا التوفيق والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا مرحبا. يلا لي سؤال حضرتك. اتفضلي. كان لي اخت موجودة في القاهرة وطلبت منها مبلغا من المال فقالت لي اني انا معي مبلغ بس ناوية اجيب به 30 جرام ذهب. نعم. فأعطته لي وقالت عند يكون الرد تبعتي لي هذا العدد من الجرامات وكانت النقود اللي أنا اقترضتها في الوفد ده تجيب 30 جرام. تمام. فاشترط معي أن عند السداد يكون 30 جرام. تمام. السؤال كده واضح إن شاء الله. حاضر سأجيب. وهي تتنزل في الوقت تجيب العدد من الجرامات دي ان شاء الله. حاضر. فهل ارد هذا يكون الرد مالا ام نقودا ام ذهبا برضو؟ اخذتي مالا ام ذهبا؟ اخذتي في يدك مالا ام ذهبا؟ لا اخذت مال بس هي كان في نيتها ساجيبكم ان شاء الله. السائلة الكريمة التي سألت لها أخت موجودة بالقاهرة وهي طلبت منها مبلغا من المال فما كان من صاحبة المال إلا وأن قالت لها سأعطيك المال على أن ترديه إلي جرامات ذهب فقبلت. السائلة تسأل وتقول أهذه معاملة صحيحة؟ أقول للسائلة الكريمة هذا هو الربا بعينه لأنك أخذت مالا في يدك ولم تأخذي منها جرامات ذهب. لو أخذت جرامات ذهب أو كان عندها ذهب وستبيع هذا الذهب من أجل أن تعطيك المال في هذه الحالة علينا أن نعيد إليها عدد جرامات الذهب التي استلمناها بأيدينا أو تسببنا في بيعها لأجل أن نستعمل المال فيما نريد من قضاء حوائجنا. لكنها ستعطيك مثلا 50,000 أو 30,000 أو 20,000 أي من كان المبلغ على أن أردهم بجرامات الذهب. هنا دخلنا في ربا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي الجميع. فراجعيها وقولي لها اتق الله واسألي أهل العلم قبل أن تفعلي ذلك. أنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. تبارك يا مرحبا. الله يبارك لك. الحمد لله في نعمة.
كل عام وانت بخير يا رب. وانتم بصحة وسلامة. يا رب وفي عمرك يا رب. وياكم. من فضلك يا شيخ. اخت كويس يعني السابعة على خير يعني ان شاء الله. هي بالنسبة لاهلها ما بتروحش تزور اهلها خالص، هي بتتحرج يعني، لكن هم عارفين عليه. هم بيزوروها بيروحوا لها يعني ويودوها كده. هي عليها اسم. لكن ليست هناك قطيعة. ما بتخرجش من البيت يعني، بس ايه اتصالات يعني كده هم بيقولها وكده وخلاص. نعم يعني. لكن هي ليست هناك قطيعة بينهم. لا لا لا. تمام. لا ما فيش قطيعة. حاضر سأجيبك ان شاء الله. وحاجة تانية طمني والله بالله عليك على الشيخ سامي، على الشيخ مازن. بخير حال والله ونعم الحمد لله. الحمد لله ربنا يبارك. الحمد لله. نواصل الإجابة. إن طيب معنا اتصال معذرة. سلام عليكم. جابر خليفة معك. سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. نكلم الشيخ. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا حبيبي. جابر خليفة من اسكندرية معك. وأهلا وسهلا بأهل الإسكندرية جميعا، تفضل. الله يبارك لك يا شيخ، الله يكرمك. ابني مسافر بره وبحوش فلوس عشان مثلا عايز يعمل بيت ويتجوز، هل عليهم زكاة؟ حاضر. سأجيبك إن شاء الله. حاضر سأجيبك بإذن الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. حضرتك الشيخ؟ أيوة نعم، ارفع صوتك الله يبارك لك. الشيخ سامي؟ أيوة نعم يا فندم. طب بعد إذن حضرتك أنا بسمع حضرتك هو قدام الحلقة. تمام. بالنسبة ليا كان أخ في العراق. تمام؟ أيوة سامعك. كان لي أخ في العراق وكده، فهو لما كان في العراق تزوج واحدة بس اكتشفنا إن هي شيعية، وهو نزل وهنا توفى عندنا وكده. بالنسبة لي ولدين صغيرين. ماشي؟ تمام. فلما صلى على النبي الورث يعني نعمله إزاي معاهم؟ سأجيبكم إن شاء الله. معنا اتصال آخر. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. معنا اتصال. السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. ايوه انا عندي سؤال ممكن؟ اه تفضلي. انا في ساكنه في منطقه صحراويه. نعم. انا عايشه في مكان صحراوي يعني. عايشة في مكان صحراوي. تمام. متعرض للثعالب والكلاب والقطط. تمام. ايه السؤال؟ السؤال انه اي حاجة اربيها في البيت بتاكلها الحيوانات دي. طيب ايه السؤال؟ انا مش عارفة يعني انا ممكن اسلمها يعني اتخلص منها ازاي. حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. اي عليك سلام. يا مرحبا. مرحبا مع حضرتك. اتفضلي اطرحي سؤالك بارك الله فيك. انا كان جوزي مطلع عني كفارة مدة سنتين في رمضان عشان كنت صايمة، كنت فترة في شهر حملت فيه في رمضان، والشهر اللي بعدها برضو فطرت فيه في رمضان علشان كنت والدة، ففي نفس الوقت كان بيطلع عني كفارة. هل يجوز لي ان انا هينفع ان انا اصومه ولا خلاص كده الكفارة اتقضت؟ لان انا سمعت ان في شيوخ بتقول لازم القضاء يعني قضاء الصوم. تمام. فانا كده هصوم سنتين تاني ورا بعض يعني شهرين. سأجيبكم ان شاء ده الله. ده اول سؤال. السؤال التاني معلش يا شيخ انا اسف. اتفضلي. صيغة الاذان حي على الصلاة حي على الفلاح، هل يجوز ان احنا نحذفها من الاذان؟ لان في جوامع كتير قوي انا بسمعها ما بتقولش حي على الصلاة حي على الفلاح. حاضر. سؤال تاني. في مشكلة ما بين حد اعرفه ما بين اختي وجوزها، ان هو المفروض يجيبها عندها كل خميس، يجيبها عندنا كل خميس، فساعات هو مش بيرضى. هل يجوز ان امي وابي ان هم يتخانقوا معي او يعملوا معاه مشكلة عشان هو مش عايز يجيبها يوم الخميس عندنا؟ حاضر. نواصل عفوا الإجابة على ما وصل إلينا من أسئلة.
السائلة التي سألت وقالت أخت كويسة تلزم بيتها ولا تخرج منه ولا تذهب إلى أهلها لزيارتهم، لكن هناك وهم يأتون إليها يقومون بزيارتها وهم يعلمون حالها وترتيبها، لكن هناك اتصالات للهاتف، ليس عليها شيء ما دام هناك تراضي وهي ارتضت هذه الحالة وأهلها بارك الله فيهم قدروا فيها هذا الأمر، فلا بأس ولا حرج، ارتاحت من هم الشارع وما فيه من هموم وغموم، نسأل الله العفو والمعافاة. الذي نشدد عليه أو نلفت النظر إليه ألا تكون هناك قطيعة، يعني هناك اتصالات وهم يتبادلون أو يأتون لزيارتها وعرفوا حالها، فلا شيء عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الكريم الذي سأل: ابني مسافر إلى الخارج، حوش مال للزواج وشراء بيت، هو بيسأل هل عليه زكاة أم لا؟ أقول للسائل الكريم: ما دام المال بلغ النصاب ما يعادل 85 جرام ذهب أي 91 جرام ذهب، ومر عليه عام هجري كامل، وجبت الزكاة فيه بغض النظر عن الهدف الذي من أجله ادخرت المال، ادخرت المال للزواج، لشراء بيت، لشراء سيارة، أيا من كان، لأحج به، لأزوج به الولد، أيا ما كان، ما دام بلغ النصاب مر عليه عام وجبت الزكاة فيه. هذه إجابة السؤال، شيء بالشيء يذكر، لأن هذا الكلام يتردد هذه الأيام كثيرا. بعض إخواننا الذين يعني يسمعون ويأتون إلينا بكلام أنا أعرف مصدره جيدا، أن هناك من يقول، وهذا خطأ وبأكد تاني هذا خطأ وغير صحيح، ولم يقل به أحد من أهل العلم قط أبدا، أن الذي عنده مال في البنك يخرج 10% على الربح، هذا هروب من الزكاة، سامح الله من قال هذا الكلام لأنه ضلال مبين. تخيلوا معايا لو معي مليون مثلا، أنا بدي مثال، أو لو أن إنسان معه مليون، هذا المليون زكاته في العام 25,000 جنيه، لو وضعنا بغض النظر حلال ولا حرام، لو وضعنا هذا المال في أي بنك من البنوك اللي المبلغ اللي حيأتي من خلفه طول العام كامل مش هيوصل 150-160,000 جنيه تماما. طب لما نيجي نطلع الزكاة على رأي الحلوين دول بقى هنطلع كام؟ على 150 هتطلع لهم قد ايه؟ 5,000 10,000؟ هذا كلام اسمه هروب من الزكاة ودعوة الناس إلى هدم شعيرة من الشعائر، فليتقوا الله تبارك وتعالى. سؤال آخر الذي سأل الأخت الكريمة، سألت: أخي في العراق، كان في العراق تزوج واحدة ولما رجع هنا مات، هي بتقول ناشعية وله ولدين، الميراث نعمل فيه إيه؟ نقول للسائلة الكريمة: إن كانت لا تقع في أعراض أمنا عائشة وسيدنا أبي بكر والصحابة الأفاضل الأكارم الأماجد فلهم حقهم شرعا، تم الاتصال بيهم ونعطيهم حقهم، أما إذا كانوا ممن يقعون في أمنا عائشة التي برأها الله في القرآن فقد كذبوا القرآن، ومن كذب القرآن كفر والعياذ بالله، فليس لهم شيء، نسأل الله العفو والمعافاة. السائلة التي سألت وقالت: نعيش أو في مكان صحراوي معرضين للكلاب والثعالب، أي حاجة بنربيها في البيت بيجي يأكلوها. نقول للسائلة الكريمة بتسأل من الآخر: هل يجوز لنا قتلهم أو سمهم؟ لا يجوز، ما لم يؤذونكم، ما هم بيؤذونهم يا شيخ، حضرتك أحكمي غلق المكان، يعني سو ربي طيور أو أي شيء في مكان ما في البيت نحكم غلقه، المنافس بتاعته وسلك، ويعني ما حدش يعرف يدخله غيرنا احنا، خلاص. متى يجوز لكم قتلهم؟ اذا كانوا يتعرضون لكم انتم، واذا كانوا عقورين كلب عقور ومؤذي ويهجم على البيت، هنا يجب ان ندافع عن انفسنا ونحمي ابناءنا، لكن للوصف الذي سألتيه لا يجوز علينا ان نحكم غلق البيت. نفس الكلام معظم اخواننا في الريف بيشتكوا نفس الشكوى، لان معظم بيوت الريف مفتوحة على بعض والباب مفتوح ليل ونهار، الا عند النوم بيقفلوا فقط لا غير، فالقطط والكلاب حاجات كتير بيخشوا ياكلوا الحاجات وهكذا، نقول لهم لا، لا يجوز
أحكموا غلق مكانكم بارك الله تعالى فيكم. السائلة التي سألت وقالت: زوجي كفر أو دفع كفارة صيام لي رمضانين متتاليين، حمل ورضاعة وما إلى ذلك. هي بتسأل عن الصيام. أقول للسائلة الكريمة: ما يطمئن قلبي إليه يجب عليك القضاء. يعني الكفارة إذا كان الطبيب المسلم منعك من الصيام طوال عمرك لمرض مزمن ممنوع من الصيام معه، كفاك الله وجميع بناتنا وأبنائنا وشبابنا المرض يا رب، اللهم أمين، ونجانا من هذا الوباء وذلكم البلاء سالمين غانمين. فما دمت صحيحة يجب أن تقضي ما عليك. صوميهم اثنين وخميس حينتهوا، شيء بالشيء يذكر. الأخوات اللي ما شاء الله بنبدأ بعد رمضان ونصوم الستة، لست ضد صيام الستة، ده النبي فيها كلام طيب وجميل: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله. جميل، لكن ما يطمئن قلبي إليه صيام القضاء أولا. الأمر فيه سعة، لم أقل إلزاما، لكن ما يطمئن قلبي إليه الأمر فيه سعة على مدار. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأننا بنعاني مر يعني شكوى بصدق، يعني يعني باقي على رمضان يومين، إحداهن اتصلت بي يوم الشك آخر يوم في القضاء عندي، أصوم ولا ما أصومش؟ لا ما أصوميش يا بط. هتقول لي بط مين؟ والله ما أعرف. أصوم ولا ما أصوم؟ لا ما أصوميش. النبي قال كده: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم. ما ينفعش، سبحان الله. طب أنت عندك السنة طويلة عريضة ما صومتيش ليه؟ وذاك دايما بقول إحنا كيفة لعب في الوقت الضايع سواء رجال أو نساء. يعني هتلاقي بعض الرجال كيف تلعب في الوقت الضيع، عندنا صدقة الفطر زكاة الفطر، يعني آخر رمضان ممكن تعجل قبلها الظروف اللي احنا فيها من نص رمضان ماشي، يجي يطلعها امتى بقى؟ قبل صلاة العيد، يعني طالع للمصلى يا رب ردنا إلى المساجد اللهم أمين، طالع للمصلى عشان نصلي العيد، الشيخ انتظر خد طلع. طب أوديها فين الآن؟ يعني بالعقل، صلاة العفو والمعافاة، ده بيسميه لا كيف لعب في الوقت الضايع، صلاة العفو والمعافاة. فأنا دايما بنصح ان احنا نقضي الا علينا، وبالتالي نصيحتي للاخت الكريمه اقضي ما عليك. لو خدتيه من اثنين وخميس ان شاء الله هتسدي وتخلصي الا عليك امام الله سبحانه وتعالى. السائله نفسها تسال عن صيغه الاذان اللي بنسمعه خلال هذه الايام في الازمه اللي بنعيشها العالم او تمر بها معظم بلاد العالم، بييجوا عند حي على الصلاه حي على الفلاح، بيقولوا ما كان صلوا في بيوتكم صلوا في رحالكم، مش بيقولوها صحيح، وهذا عند النوازل لا بأس ولا حرج إن شاء الله. ومن لا يأذن تاني بيروح قايل الأذان زي ما هو، وبيجي في الآخر صلوا في رحالكم صلوا في بيوتكم لا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. ندعي ربنا كده وإحنا خلاص دخلنا العشر الأواخر، العفو العشر التانيين، خلاص قولوا رمضان خلص، العشرة التانية من رمضان، يعني سبحان الله كنا بالأمس بنستقبل رمضان، النهاردة خلاص يعني أو انهدم نص رمضان. عشان كده بقول لنفسي ولإخواني وأخواتي: استغلوا الأيام الباقية والليالي الباقية في رمضان، استودعوه عمل صالح يشهد لكم به عند الملك العلام سبحان ربي جل في علاه. فنبدأ إن احنا نستغل الفرصة، الله يرضى عنا وعنكم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ بنعم والله الحمد لله. لو سمحت الشيخ، أنا يعني انا يعني تعبانه شويه وكده وبتاع، وبتعب من كتر الشغل بتاع البيت، ومش بوكل حد بس مثلا في البيت، بتكلم بوكل فوق وتحت وكده، وتعبانه يعني ودراعي توجعني وكده. سؤال. بس انا يعني الحمد لله رب العالمين، يعني عارف ربنا كويس ومنتقب وكل حاجه، بس في وقت كده قلت يعني رمضان مش زي الاكل والعميل والتوديه والكلام ده كله والتعب والهلاك ده كله، ده مش شهر، ده احنا مش عاملين شهر رمضان، ده شهر عذاب. فانا اتضايقت بعد ما قلت الكلمه دي، فهل انا علي ذنب؟ حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا سامي؟ نعم الحال والحمد لله، بارك الله فيكم وجزاكم الله على الصحيح. واياكم بالله عليك يا سامي، ده قريب النجاح والتوفيق. حاضر. معي سؤالين يا سامي. اتفضلي. السؤال الاول، هل الايام لما تمضي بسرعه شديده هل ده من علامه الساعه؟ هل ايه؟ معلش ايه السؤال؟ هل الايام اللي تمضي بسرعه حضرتك اخفضي التلفاز، اسمعيني اخفضي التلفاز، اسمعيني من الهاتف لان الصوت متردد.
الأيام التي تجري على ما حاضر. سؤال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. يا مرحبا يا شيخ. عندي سؤال يا شيخ بس لو سمحت. اتفضل. الأخت حاملة للقرآن وجوزها يعني بيقرأ بغنة فبترضاش تقف وراها الصلاة في البيت. يعني زوجها ترفض الصلاة خلف زوجها؟ يعني هو بيصلي بغنة هي حاملة للقرآن. وهي حافظة للقرآن؟ أيوة. التشكيل بتاعه صحيح؟ إيه؟ بيقرأ تشكيل صحيح؟ التشكيل صحيح؟ لا. طيب حاضر. أنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. يا مرحبا. بعد إذن حضرتك يا مولانا، الجهة اللي أنا بشتغل فيها يعني كانت طلبت أو إنها تعمل استقطاع حوالي جزء من المرتب بتاعنا بحيث إنها هيروح للهيئة اللي هي مسؤولة عن المتضررين من أزمة كورونا والناس اللي محتاجين والأزمة كورونا، هل ممكن أعتبر الجزء ده من زكاة المال؟ حاضر. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي سألت مشكلة يعني سالية بين أختي وزوجها، علشان احنا عايزين نتيجة عندنا كل يوم خميس، زوجها لا يرضى، هل يجوز لأبي وأمي يعملوا مشكلة معاه ويتخانقوا معاه بسبب هذا الكلام؟ أتمنى لو أن الأب والأم يسمعونني الآن. لا يجوز شرعا للأب ولا للأم أن يتدخلا في حياة بناتهم ولا أبنائهم، فقط احنا بنرجو، يعني بنكلم زوج بنتنا بالحسنى، احنا مستحبين تكونوا معانا كل خميس نشوفكم ونطمن عليكم، هب أن ظروف الرجل لا تسمح، أو هذا يوم أجازته مثلا يريد أن يخلو بزوجته في بيته ويرتاح مع أولاده، لا يجبر على النزول، لا يجبر على النزول، وليس من حق أبيك وليس من حق أمك أنهم يتخانقوا معاه أو يعملوا مشاكل، العكس المفروض أن هم كبار في السن وحكماء وعقلين، نعمل اللي فيه مصلحة البنت. اللي يهمنا كآباء وأمهات أن إحنا يبقى بناتنا في بيوتهم سعداء، البنت سعيدة في البيت، هو ده اللي يهمنا. تيجي بقى كل خميس، تيجي 15 يوم كل شهر، ما في أدنى مشكلة، لكن نعمل مشكلة هتجيبها عنده ولا طلقها؟ لا، كان زمان. البنت تسمع لزوجها ولا تسمع لا لأبيها ولا لأمها شرعا وليس مجرد أهواء ولا رغبات. يبقى إذن انصحي الأب، انصحي أبي، انصحي أباك وأمك أن يتقي الله وما يعملوش مشكلة مع الراجل. نعمل مشكلة ويكرهوه، انت بتقطع بنتنا مننا، هيقطعها ليه؟ لما انتوا عايزين بنتكوا تقعد جنبيكوا جوزتوها ليه؟ لماذا زوجتوها من الاصل؟ كنتوا قعدوها جنبيكوا. لكن هذا يترك لحال الزوج، فهو ادرى بحاله، وعلينا ان نراجع انفسنا. في نفس الوقت بوجه دايما نصيحة للسادة الازواج، يعني اللي هم بيبقوا متشددين شوية في ان البنت تروح لاهلها، مش كل اسبوع، ده يمكن كل شهر مرة، يمكن كل شهر مش عايزينها تروح، نقول اتق الله. ليه؟ لأن هذا لا يجوز، أنت يعني ما خدتش أن تقطعها من أهلها، يبقى العملية موازنة، بنترك الأمر لحال البيت وظروفه، أبوك وأمك ليس على حق، وليتقي الله حتى لا يخرب على أختك، الله يصلح حالهم يا رب. السائلة تسأل وتقول أنا تعبانة شويتين، يعني من كتر العمل في البيت، يبدو أنها في بيت عيلة، فبتشتغل فوق في شقتها وكمان تحت، فهي قالت كلمة، هو رمضان مش شهر عذاب، رمضان مش شهر أكل، صدقتي ليس عليك شيء. نحن المسلمين للأسف يعني مش بيحلو لينا العزايم غير في رمضان، ويعرف الكلام ده الأخوات والأمهات، لأن هم اللي بيبقوا قايمين على القصة دي. معنى عزومة في البيت يعني ضاع اليوم كله واليوم اللي بعديه، يوم كامل يومين بيضيعوا، لا قراءة قرآن ولا قيام ليل، خلاص كل حاجة راح. عايزين نعد، وبعد ما نعد العزومة وكلنا
عايزين ننظف وعايزين نغسل وعايزين نرجع البيت زي ما كان. فيعني الدنيا انا لست ضد ان احنا يعني يبقى بينا تبادل زيارات وافطار مع بعض عشان ناخد اجر افطار صائم زي النبي معلمنا، بس مش بالصوره اللي احنا بنعملها مسلمين. فليس عليك شيء، بارك الله تعالى فيك. شهر رمضان شهر رحمه، بس احنا اللي بنتعب نفسينا فيه، احنا اللي بنعذب نفسينا، احنا اللي خلينا رمضان مش شهر صيام، شهر اكل وكل حاجه الا الصيام، مع ان ربنا بيقول شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. يا ريت الأسر والبيوت فكروا كده كم مرة ختموا القرآن في الـ15 يوم اللي فاتوا دول. كم مرة تعم الشيخ، الله يصلح حالنا وحال، يعني حالنا عجيب. معنا فاصل الأحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا إن شاء الله. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنستكمل الإجابة على الأسئلة التي معنا قبل أن نتلقى اتصالات الأحبة الكرام. السائلة التي سألت وقالت ادعو الله لنا بالنجاح والتوفيق، نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أمر جميع أبنائنا وشبابنا في كافة المراحل، وأن يعدي يعني يمر هذه الأيام على خير يا رب، اللهم آمين. نفس السائلة تسأل هل الأيام اللي بتجري من رمضان دي علامة من علامات الساعة؟ أولا تقارب الأزمان أو تقارب الأوقات هي علامة من علامات الساعة، لكن دايما رمضان معلوم، ودايما كنت بقولها لإخواننا في المساجد في الدروس، أسأل الله أن يردنا إليها جميعا الخطب، عندما يجي عند بمجرد ما يجي رجب بتلاقي سريع الخطى، أسرع منه شعبان، أسرع من الاثنين رمضان. رمضان لأنه نفحة من نفحات الله. الناصح بقى اللي يلتقطها، الناصح اللي هو ما يضيعش رمضان في اللعب واللهو والفسق والفجور والسهر وما إلى ذلك، والفيسبوك رضي الله عنه وارضاه، والمعلم والمحدث العلامة تويتر، لا لا لا، اشتغلوا في رمضان في قراءة القرآن، واشتغلوا فيه، استغلوه في مرضاة الرحمن، لكن سرعة الوقت والتقادم وتقارب الزمان ده من علامات الساعة الصغرى وليس الكبرى، وليست الكبرى. شيء بشيء يذكر، ودايما بقول دايما بخطوة إخواننا، لا تأخذوا دينكم من الفيسبوك ولا من المحدث العلامة تويتر. صدعوا دماغنا من 4 أيام فاتوا، من 5 أيام فاتوا بكلام خرف هبد ليس له أصل في سنة النبي، ان الجمعة وهيحصل فيها الصيحة والناس، ده اسمه تخريف وكذب على الله وكذب على رسول. طب هي الجمعة جت وما حصلش حاجة، المفروض الناس ما توريش وشها للناس تاني، ده لو عندهم شوية دم بقى، صلاة العفو والمعافاة. يعني عجيب، يعني يجيبوا كلام ويسندوه للنبي ولا لا اصل له، موضوع ومجهول ملوش اي، يعني سبحان الله. الانسان ربنا في القرآن علينا ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول، كلامش اي كلام، صلى الله العفو والمعافاه. السائل الذي سال بيقول الجهه التي اعمل بها بتستقطع جزء من الراتب بتروح لهيئه، الهيئه دي مسؤوله عن المتضررين لازمه كورونا، هل احسبها من زكاه مالي؟ لا لا يجوز، لانها مستقطعه رغم انفك. انا لا اقصد السائل الكريم لشخصه بارك الله فيه، انا بتكلم علينا كلنا، لا تجوز لانها متاخده مننا مش بإرادتنا، ونيتنا عند خروجها ليس الزكاة، اعتبروها صدقة وتجارة مع الله تبارك وتعالى. نحن أمة ينبغي ألا يضيع فيها فقير مسلم مسكين أرملة يتيم، هذا ما يطمئن القلب إليه. معنى الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أنا حواصل حتى يأتينا أي اتصالات للنص. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في سؤالين عن صلة الرحم. السلام عليكم. أخت زوجي هي كبيرة في السن، بس أنا زوجي أكبر عنده 80 سنة. الصوت مش مسموع بقطع. عيد سؤالك. الأحبة الكرام، نحن في أيام رمضان أيام طيبة وكريمة، قلنا
العشر الأوائل من رمضان انتهوا، والعشرة الثانية نعيش فيها، والأيام متقاربة وسريعة الخطى، يعني هنلاقي نفسينا في توقيت ما شاء الله خلص رمضان. السؤال، هنخرج من رمضان وقد غفرت لنا الذنوب والأوزار، أم أننا للأسف الشديد ندخله ونخرج كما دخلناه دون أدنى تغيير؟ لله عز وجل في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، كلنا بندعو بنقول يا رب اعتقنا من النار. جميل. السؤال، يعتقنا ربنا من النار بماذا؟ يقول لك بكرمه، صح، بس تعالوا بالراحة، ما الذي قدمناه حتى نعتق من النار؟ ايه العمل اللي انت عملته؟ قول انا صمت الحمد لله وصحيت قبل المغرب بعشر دقايق. يا سلام. طب صلاة الصبح، صلاة، انا افترض انك صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، ما انا لما صحيت صليتهم، وبعد ما افطرت قاعد على الافلام والمسلسلات والمقالب ومسارعة الحمير والتيران اعزكم الله، وتطلع من دول الفيس شغال على اللعب، بالتالي هل هذا يعتق؟ بالتأكيد لا. الله تبارك وتعالى لا يظلم عباده ولا يسوي بين مجتهد وبين كسول. النهاردة تخيلوا معايا كل ليلة في عتقاء، يعني مر كم يوم من رمضان؟ 15 يوم؟ 16 النهاردة؟ الله أكبر. يا ترى عتقنا من النار في الأيام دي؟ كلنا يستطيع أن يجيب بأعمالنا. يعني ببساطة، العمل اللي احنا بنعمله فعلا يعتقنا من النار ولا لا؟ سواء بالنهار أو بالليل، لأن الله يكافئ أحبابه وأولياءه. طيب مع اتصال، أحاول كده لعل يكون الصوت الظبط. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أسأل حضرتك سؤال. اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف. طيب عندنا، هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في بهيمة واحدة؟ الجمع، حاضر. معنا اتصال اخر. يفطر معايا، انا تعبانة مش قادرة امشي. حضرتك عفوا يا ستي، يا اختي، يا امي، كورونا وكده يا امي، انا مش بروح يعني افطر عندها وكده. طب انت سمعاني الاول؟ انت سمعاني؟ بصراحة يعني قطعتها وكده. يا ست الكل، انت سمعاني؟ ايوه. عيدي سؤالك لانك دخلت من النص وانا مش ما سمعتش الكلام، عيدي من الاول كله. طب اخت جوزي هي عندها يعني كبيره في السن، وزوجي كبير في السن برضه، هي عايزاني افطر عندها واجيب جوزي معايا، فانا مش قادره اروح علشان المواصلات وكده، وانا بخاف عليه عشان هو عنده 80 سنه وكده، وهي كل شويه تعيط تقول لي لا جيبيه افطر معايا، لازم تجيبيه، انا تعبانه ومش قادره اروح، وهو اصلا برضه يعني تعبانه ومش قادر. حاضر. فانا بصراحه كل يوم اقول لها لا مش هقدر، فده يعني يعتبر انا قطعت صله رحم. حاضر، ساجيبك ان شاء الله. عن اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا، اهلا بحضرتك. الله يبارك لك، اتفضل. انا دكتور، كان والدتي شافت في المنام. لا، ليس لي في الرؤى والاحلام. سامحني يا اخي الحبيب. معنا اتصال اخر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخفض التلفاز واسمعيني من الهاتف. السلام عليكم. وعليكم الشيخ. يا مرحبا. لو سمحت يا استاذ الشيخ، لو انا دلوقتي عندي ارض يعني هتتباع ورث من جدي، اول ما اخد الفلوس اطلع عليها زكاه ولا بعد سنه؟ طيب الارض دي كانت استثمار؟ لا، دي ارض ورث. حاضر.
وسؤال تاني حضرتك. اتفضلي. انا دلوقتي تعبانه ومن اول رمضان كنت فطرت 9 ايام لاني تعبانه، انا عندي 73 سنه. الله يديك الصحه يا ام. انا دلوقتي اطلع اللي انا فطرتهم 9 ايام ولان انا مريضه قلب وسكر وضغط. بس الله. يعني الحمد لله بقى لي يعني من يوم 10 وانا بصوم. هل بعد كده اطلع يعني اطلع الصيام ده لاني يعني انا مش بقدر اصوم في الصيف لاني حاضر ساجيبك يا ام. هل اطلعهم ولا اعمل ايه؟ حاضر ساجيبك. معنا اتصال. السلام عليكم. طيب نستكمل حتى تاتينا الاتصالات. السائل الذي سأل هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة؟ ما يطمئن قلبي إليه لا يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية ولا بين العقيقة وأي شيء ولا الأضحية وأي شيء ندري يعني. هذا ما يطمئن القلب إليه ولم يثبت هذا عن النبي ولا أصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. نذبح لكل مولود على حدة واحد أو اثنين، الولد السنة اثنين ويجزئ واحد والبنت واحد إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائلة الكريمة تقول أخذ زوجي كبيرة في السن وزوجي كمان كبير في السن وهي مصرة نروح نفطر عندها يوم وأنا خايف على زوجي لأنه تعبان. هنا ينبغي على الأخت أن تراعي حال أخيها، يعني هما الاثنين مسنين وفي خطورة على الاثنين وصعب النزول. بالتالي بنقول للسائلة الكريمة إذا تيسر وكان نزول زوجك ليس خطرا على صحته وليس فيه أدنى مشكلة بالنسبة له مع كبر سنه، جبر الخواطر عبادة ونعمة من نعم الله تبارك وتعالى، نروح ليها ونجبر بخاطرها. لكن ده إمتى؟ إذا كان مش فيه مشكلة. أما إذا كان سيترتب على ذلك أذى له صحيا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وستؤجر على النية إن شاء الله تبارك وتعالى. الله يبارك في الجميع يا رب. اللهم أمين. السائلة الكريمة التي سألت عندي أرض ستباع أطلع الزكاة عليها إمتى؟ أقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيها، من يوم ما بعتي الأرض وقبضت المال في يدك أصبح المال معايا في إيدي، يمر عليه سنة كاملة هجرية تطلع الزكاة ما دام بالغ النصاب يزيد على ما يعادل 90 جرام ذهب عيار 21 أو 85 الاثنين ما فيش مشاكل من هذه اللحظة، يبقى سنة كاملة والمعيار بتاعنا اللي هو النصاب. طيب أنا عايز أتاجر مع ربنا وأتصدق في رمضان يا شيخ جزاكم الله خيرا ونقبل رؤوسكم. نفس السائلة الكريمة بتسأل أنا عندي 77 سنة بسم الله ما شاء الله ربنا يديك الصحة يا أمي ويكرمك ويكرم جميع أمهاتنا لأننا مكرمون والله ببركة دعاء الأم، نسأل الله أن يبارك في أمهاتنا جميعا يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. وفطرت 9 أيام أو في رمضان الله يرضى عنك يا رب. اللهم أمين. أقول لأمنا الكريمة إذا كنت تستطيعين القضاء بعد رمضان في أيام الشتاء اللي جاي يبقى يقضي إن شاء الله. لا والله ده أنا مش حاضر خالص والطبيب منعني خلاص من الصيام، يبقى في الحالة دي يا أمي الله يرضى عنا وعنك هتطعمي عن كل يوم فطرتيه مسكين، يعني كل يوم ما دام ممنوع من الصيام خلاص هتطعمي كل يوم مسكين وجبة واحدة بس، اللي هي وجبة الفطار الوجبة الرئيسية لدى كل أو معظم البيوت في الغالب العام. هتقولي بكام يا شيخ؟ لا بكام ديت ما نقدرش نحكمها. ليه؟ لا نستطيع التحكم فيها. ليه؟ لاختلاف الناس في سعة الرزق. واحد بيكلف وجبة الفطار جنيه يبقى يطلع عن كل يوم جنيه، واحد بيكلف وجبة الفطار 10 جنيه هيطلع 10 جنيه عن كل يوم، واحد بيكلف وجبة الفطار 50 يطلع 50، واحد بيكلفها 1000 جنيه. يبقى زي ما بناكل زي ما بتاكل يا ست الكل، يعني من أوسط ما تطعمون أهليكم زي ما ربنا علمنا في القرآن الكريم. وده كان آخر سؤال معانا. معرفش بقى الصوت وضع عند اخواننا وهيسمعوني ولا لا، هل في هناك أسئلة أم أن وقت الحلقة قد انتهى؟ أستاذ أيمن سمعني؟ يبدو أن الاتصال انقطع بيني وبين إخواننا، يعني أرجو رمضان إخواني وأحبابي
قلنا في عتق من النيران الناصح اللي ما يعديش الفرصة دي من ايديه. الله سبحانه وتعالى بيتفضل علينا وبيكرمنا في رمضان، بيقول لك ويقول لك تعالى اعتقك من النار، ذنوبنا كتير والله. طيب بس العتق من النيران مش بالكلام، بالجد والاجتهاد، بالقرب من الرحمن، بتنفيذ المنهج، بتنفيذ الأوامر، باجتناب النواهي. ده اللي احنا دايما بنقوله للأحبة الكرام. إخواني وأحبابي، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل قبل ساعة من الآن الأسبوع القادم من نفس الموعد، هذا إذا كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين، بل أستحلفكم الله رجالا ونساء، شيبا وشبانا، بناتا وذكورا صبيان، إذا بحثتم عنا يوم القيامة في صفوف أهل الجنة ولم تجدونا، اشفعوا لنا عند الله، قولوا يا رب إن عبيدك العاصي هذا كان يذكرنا بك، أسأل الله السلامة لي ولكم والستر يومها، وصلى الله وسلم على النبي المختار. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل